طلعت اكل الحمام لقيت الذكر ده عامل كده، شايفين؟ يا ترى ايه اللي كان بيهاجمه وهو عوره كده بالشكل ده؟ ايه اللي حصل؟ انا نسيت باب السلاكة مفتوح بالشكل ده، النتاية طارت وفضل الذكر رائد على البيض معه الزغلول ده بتاعهم والذكر بالشكل ده. ذكر غرقان دم، يمكن غراب او نقول صقر او فار، مش عارف بالظبط، لكن هو ده اللي حصل. هي طبعا غلطة مني، النطاة طارت، انا لقيتها في السطح موجودة، بس مش هعرف امسكها غير اما الدنيا تليل. طبعا غلطة، الحمام اللاحم لازم يكون في سلكات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى. ده اللي حصل يا جماعة، طبعا ده من عصبية الحمام اللاحم، أو مش نقول عصبية، نقول هو عصبية في الدفاع عن العش بتاعه، هو حمام راجل يعني. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين، لو عملت زيادة هيكسر البيض بتاعه. هنشوف كده البيض بتاعه في المعركة ايه اللي حصل له كمان. طبعا مش عايزني امسك البيض، همسك البيض كده بحرص. البيضة دي متطبقة متطبقة وهي قربت تفقس، البيضة دي مقربة خالص انها تفقس، فانا ما هضطر ان انا اسيبها هي ونصيبها بقى. زي ما حضراتكم شايفين هي ونصيبها ان شاء الله تفقس باذن الله. كان في قبلها بالشكل ده في عشة قبل كده وفقست الحمد لله، هنسيبها. شوف البيضة التانية، سليمة ان شاء الله. والله البيضة نقرة، هي البيضة قربت تفقس فعلا، يعني خلاص هتفقس اهو النهاردة، شايفين؟ انا برش طبعا على البيض مية، انتوا عارفين لما بيجي ينقر كده برش عليه مية، برش عليها مية. هي فعلا وقت الفأس بتاعها، انا هغطسها كده باللها من المسقة، وبعد نغير مية المسقة دي. والبيضة التانية برضو، بس خلاص هما البطين دول على وشك انهم يفقسهم، ونحاول نفطم بقى الزغلول ده بتاعهم. بسم الله ما شاء الله، حمام عصبي زيادة ملحوظة يا جماعة. احنا نقول مميزات او مش هقول مميزات، لان في ناس متخصصة اكتر في مميزات اللحم. بجمع لكم فيديو عن سلوك، هنقول سلوك الحمام اللحم، مش هنقول مميزات، هنقول سلوك الحمام اللحم والملاحظات اللي انا لاحظتها من بداية البيضة، من وهو بيضة، لان من ملاحظاتي ان الحمام اللاحم البيض بتاعه ما بيقعدش 18 يوم، بيقعد اقل من 18 يوم. فدي من ضمن المميزات، او وكمان السلوك كمان يا جماعة، دي من المميزات. وكمان هنقول كمان السلوك بتاع الحمام اللاحم من حتى وهو زغليل وهو بيض، فدي ميزة من المميزات ان انا لاحظتها وهنشوفها، لان انا مقيد بالورقة والقلم في كل جوز بيفقس بعد قد ايه، وهنحسبها مع بعض ونشوفها مع بعض. لكن هي النهاردة هل هو ايه بقى الفرد ده؟ انا هستنى دلوقتي، احنا بقينا قبل المغرب، اضطر ان انا اقعد على بال ما ادخل النتاية ونشوف ايه اللي كان بيهاجمهم
ويا رب نعرف ايه اللي كان بيهاجمهم، هل كان فار، كان عرسة، كان، لكن ما اعتقدش ان الحمام يقدر يتغلب على العرسة او الصقر او حتى يمكن الغراب، ربما يكون فار او جايز يكون ذكر حمام تاني كان بيهاجمهم، بس انا ما لقيتش ذكر حمام تاني ان هو متعور بالشكل ده، لان هنا زي ما حضراتكم شايفين الدم قد ايه عليه، دم كتير جدا. فاحنا هنحاول نعرف ايه اللي حصل، وفي نفس الوقت لازم نقفل على الحمام اللحم، لان هو يعتبر من سلوك الحمام اللحم ان هو عدواني. ربما يكون كان في حمام تاني بيهاجمه، لكن هو ده مش متعور، لا هو ده اللي معور الشيء اللي كان بيهاجمه، هو اللي معور، لكن هو مش متعور الحمد لله، وقدر يحافظ على بيضه رغم ان البيضة اللي هي اتطبقت دي، لكن هو قدر يحافظ على البيض ويحافظ ما شاء الله الزغلول بتاعه ما شاء الله ما فيش فيه اي اصابات. الزغلول ده نفطمه باذن الله ونشوف ندخل النتاية علشان تكمل العش بتاعها اللي هو خلاص هيفقس على وشك الفأس، وان شاء الله بالليل ان انا احاول. طبعا المنظر ده ممكن يكون من بالليل، انا بسيب لمبة من بعيد كده منورة في السلاكة من بعيد، يعني نور خافت مش نور شديد، يمكن تكون المهاجمة دي بالليل، احاول افتح وانا قاعد اطلع اقعد كده ساعة بالليل مع الحمام ان انا اشوف ايه اللي بيهاجم، ربما يكون بالليل، يمكن يكون بالليل وممكن يكون بالنهار، لان انا من بالليل مثلا طلعت حوالي الساعة 1 بالليل بصيت كده على الحمام وغيرت المية، لان طبعا بغير المية مرتين في الحر، في الجو الحر ده ما بتسيبش المية كتير خاصة بالنهار يا جماعة، محدش يسيب المية تسخن قدام الحمام، حاول تغير المية دايما حتى لو المية ما تشربتش، وحذاري ان الحمام يعطش او يشرب المية السخنة. فانا هسهر كده شوية مع الحمام بالليل نشوف ايه السبب وايه المعركة دي، وحاول افتح الباب بالليل برضو بتاع السلاكة زي ما هي كده علشان اعرف ايه اللي دخل السلاكة وايه اللي عمل المعركة دي، يمكن نوصل لايه اللي عمل، يمكن نمسك اللي دخل لهم جوه ونعرف ايه اللي ضرب الفرد ده، او هو الفرد ده ضربه وكان عايز يعوره بالشكل ده او يموت الزغلول ويكسر البيت.